كل الوزارات والهيئات يا جماعه يعني بتنفذ اللي بيقوله السيد الرئيس في دعم المواهب، وسواء ثقافه او شباب او رياضه. وعايزه انتهز فرصه واشكر دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انه الحقيقه بيقدم كل الدعم للشباب الموهوبين، والحقيقه هو اهتم بموضوع ادهم وهو استجاب جدا، وهو كان سبب في انه يروح للنادي الاهلي. وبشكر الكابتن وائل كامل، والناس كانت فرحانه بادهم جدا وكانت بتدعمه جدا. ده وده المطلوب، وده اللي احنا عايزينه، وده اللي صحاه فينا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي.